مرحبا، وسام يافي هون. هيدي الرسالة بحب وجهها اليوم بأدار 16-2021 للمنظومة الفاشلة. منظومتكن اليوم ماتت، بس لبنان بلدنا ما بيموت. انكشفتوا على فسادكن وعلى كذبكن وعلى سرقتكن ونهبكن. اليوم ما عم تقدروا ولا تطببوا شعبكن ولا تخدموه ولا تطعموه ولا تشغلوه ولا تحموه، وهلأ صار الوقت أنه تفلوا. إذا بدكن أو مصرين أنه تبقوا، ابقوا. البلد فاشل بوجودكن وما في حل بقى إلا بلاكن. الخيار إلكن مش إلنا نحن الشعب، لأنه نحن مش مستعدين لنحارب بعض ولنحاربكن. لا، مش حنتقاتل مع بعض، ومنا عايزينكن لتفصلونا عن بعض. نحنا الشعب اللبناني متحد وناطرينكن، وكل يوم تتأخروا بتزيدوا من عزمنا وعنادنا ومن اشمئزازنا تجاهكن ومن منظومتكن الفاشلة، لأنه أنتو ما إلكن مستقبل بلبنان، لا من الشعب ولا من المجتمع الدولي. نحنا الشعب اللبناني والمواطنين صار وقت أنه نبني البلد من أول وجديد، بدونكن وبدون طائفيتكن وبدون أفكاركن الفاشلة وأفعالكن المجرمة. نحنا الشعب اللبناني من الشمال للجنوب، للبقاع، للجبل، للساحل، للمغتربين بكل أنحاء العالم، نحنا اللي حنبني لبنان مش أنتو. ولما أخيرا تحسوا عحالكن وتفلوا، حنسلم البلد لمسؤولين عندهم نزاهة وعندهم علم وعندهم حس وطني ليخدونا على شط الأمان، ويساعدونا كمان لنجري انتخابات ديمقراطية حقيقية بتفرز أشخاص وحلول مش فساد. اليوم نحن بالثورة والشعب بشكل عام مننعيكن ومننعي المنظومة تبعيتكن اللي وصلت لبنان لهون، ومندعي أنه لبنان يتسلم لشعبه ليبلش يرجع يبني من أول وجديد على أسس وطنية محقة، متساوية، عادلة، صادقة، محبة ومسالمة. وشكراً.